أنا الشاهد. صراع مرير مع الحياة نتيجته تفاؤل وأمل. أنا مريض بالسرطان، تعافيت الآن منه، فقررت أزور المرضى. هو يعطيهم الأمل الكبير يعني. سيدات عراقيات يصطدمن مع المجتمع. يحاول يتعدى علي بكلامه، نعبر يصوروني. المجتمع ما لاقي دستور وما لاقي نظام إنه هو يدافع عني. وفي ليبيا آثار معرضة للخراب. للمقابر للعهد الإغريقي والروماني. تابعونا في أنا الشاهد.